شعوري ما يوصف بعد ما رجعت البلدي بعد ما شفت ناسي وأهلي وكنت محتاج حيل أشوف والدتي واللي مفتقده اللي هو الأمان اللي ما موجود افتقدت شفت أكو فرق كلش كبير يعني ما بين أوروبا وما بين هنا أنا. الأمان شلون نقدر نقول الحرية فإن شاء الله بلدنا نأمل طبعا أنا أشوف مستقبلي هنا أنا ببلدي وأنا وضعت قدمي على شيء صحيح وأمامي هدف فإن شاء الله راح أستمر به بصورة صحيحة بعد ما وسعت عملي للأحسن وللأفضل فمن جد وجد ومن زرع حصد ومن سار على الدرب وصل فإن شاء الله إن شاء الله يعني القادم أحسن بهذه التجربة